سمكة حيوان في الناحية بص في التليفون شوف انت بتصور ايه عشان ببص الاخر الاقي نفسي ما صورتش حاجه. هنعد الاخر. هذا 10 11 بتعد؟ والسمك بتعد كمان؟ عادي. طب وهنا؟ تفتح الكاميرا؟ اي خليك ماسك الكاميرا صور كده احسن. جرب بص في الكاميرا شو انت بتصور فيها. ما انا باصص اهو. انت بتصور انا كده؟ لا الغزلة اللي باين. صور السمك خليك نازل السمك. امسك كده ايوه انزل لحم بقى. ايه دي بقى؟ عشان كده ده بلطي هيكون ايه شخورة؟ ها؟ ايه شخورة؟ ازاي؟ بلطي. ده بلاما شخورة خلاص. لا بلطي. بقول ايه شخورة ولا بلاميطة؟ انت مش عارف دي سمكة؟ يا بلطي. دي ما شاء الله حلوة دي. قلت يا عم محمد ما هو اللي انا رامي عليه من الاول كان كله كده زي دي كده كله. ايوه كان في شويه طفه حلوه بلطيه كبيره زي دي انما اللي جه بقى بص زراعه كلها. يا عم مش قفش هتغلق انت بس الترعة شكلها مش كويس بس فيها سمكة حلوة. حتى اللي كان عند الجوافة عندنا محمود لما الدور كان مليان المايه اللي فات. اه. تشوف طفف كده ماشية على الوش. تعال نصور لكم دي. تعال نقف في الضلمة. أيام أنا شفتهم عشان تحت الجوافة. كبعد عن الجش. بس كده اتش. يرموا في الحتة الواسعة. الكبيرة بقى في التسليك الصغير تخلصه والكبيرة انا محتاجين لها جيء شو انا سلكت كام واحدة
لازم تطلع من مكان ما داخل بقى ولا ايه؟ سلاح كبيرة ما تطلعش من الايه. كفى بعيد بقى عننا. فين الشنطة؟ فضيحة. عندك أكثر. طبعا قصد السجارة طبيعي. السجارة وما هوش وقته، أصل ساعة صيد. والتصوير وقته؟ نمسك الغزل عشان هات يا عم روح اشرب سيجارتك يا محمود اسمع ايه هو هو فين هو والله لا فيلي ده كان ثاني في الفلسطين كان شابط على سنه بسيطه هو لسه ما حدش كده خد بالك ارمي ثاني هو هيمشي خلي بالك مش هيمشي ارمي له ثاني ارمي له وهتلاقيه ممكن يكون غرز مكانه